معنى يا جيلي، احنا الجيل اللي اتولدنا ما لقيناش اي حاجه تعد الخطوات اللي جايه، نزلنا وسط اكسبكتيشنز وتوقعات مننا في السماء، ومحدش كلف نفسه يلف لنا الزنبلك. حتى كل واحد معدي نفسه في حاجه يطلبها مننا. بص واتي حنبول للقله اللي هناك ده، اللي معاه عشرات الملايين هناك ده، عايزينك بكره تبقى زي بكره. بقولك ايه، لا احنا مستعجلين، كمان ساعتين. ها؟ طب ارشدونا، قولوا لنا في ايه. طب ما بلاش ترشدونا، سهلوا لنا الموضوع. لا 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 معلش، هز انت الزلموكه بتاعتك وورينا بقى شطارتك. مش انتوا الجيل الجديد بتاع التكنولوجيا؟ ورونا بقى تعملوا ايه. هو في ايه يا جدعان؟ هو تحدي واحنا واكلين لقمتكم وانتوا صغيرين؟ احنا جينا لقيناكم والله ما فيش حاجه، احنا لسه اللي داخلين. ده غير اللي احنا تربينا على عدم الاعتراض، مش اللي انت تقول لا. انت ما ينفعش تتناقش اساسا، انت تيجي تتكلم بس كده. ولد ده اكبر منك، انت ازاي تكلمه كده؟ ده بيعلمك. طب خلاص معلش انا اسف. كبير الاحترام عندكم حق، انا هروح اقعد مع الصغيرين اللي زيي. ولد انت ازاي تكلمه كده؟ ده صغير. هو في ايه؟ هو انا كائن لازم مكاني يعني ولا ايه؟ مش فاهم. انتوا خرجتونا من الزمن وقفلتوا يعني؟ انا ولا مع الكبار ولا مع الصغيرين؟ ده ايه شعور عدم الانتماء خالص ده؟ خدونا معاكم. المهم احنا كجيل لازم يقول اه على كل حاجه، فخلاص يلا هنروح نهز السلاموكه ونعتمد على نفسنا. جينا نروح نهز، ادونا واحد امباليه، نزلنا تروبشات كلنا على وشنا، محدش سمع علينا. هو يا جدعان يعني الحمد لله على كل شيء واللهم لا اعتراض، بس احنا كل ما بنوصل لحاجه بتنفلوها. انتوا بتخلصوا المرحله بتتفوا فيها وبتسيبوها لنا، مش فاهم في ايه. احنا جينا نتخرج من المدرسه وقلنا خلاص بقى هنفنفن في الكليه. لحظه واحده، احنا حاسين ان احنا معترضين على حاله البلد. لا بقول لك ايه، انا مش قادر اكتم الاعتراض ده جوايا. لا يلا صور. ايه يا جدعان جت في عينيا انا؟ ايه بوظت لنا الكليه؟ طب خلاص بصوا يلا، الامل بعد الكليه. تعالى يلا يا كورونا. انا ايه راح فين؟ تعالى يا حبيبي انت داخل. هي هزريبه هي في يا جدعان؟ هو انت ماسك الخفاش؟ هو انا اللي جبتها لكم؟ انا مالي انا عادي، اتخرجت وجاي اشتغل معاكم. قالوا لي هتتخرج تروح تشتغل. لا 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 احنا خلاص لغينا الموضوع ده، احنا عايزين حديث التخرج 5 سنين خبره. ايه حديث التخرج 5 سنين خبرة؟ دي وصمة عار دي ولا ايه؟ 5 سنين ولسه حديث التخرج؟ ده لو حرامي وخارج من السجن كنت نسيتها له، ده صدى هنا. المهم اللي انت بتكتشف ان دي كانت تلكيكه عشان يقبضوك اقل مرتب يقدروا عليه. وهنا استوقفني سؤال صغير بس، هي ليه الناس اللي كل ما نيجي نتكلم معاها عن المرتبات قد ايه ضعيفه يقول لك انا سنه 2000 بدات مرتبي ب 3000 جنيه؟ حضرتك ما احنا في 2023 وبنقبض برضه 3000 جنيه. هو في ايه؟ هو دي تمنت الحظ يعني؟ هنفضل مكملين على الرقم ده بقيه الحياه؟ اللي مقرر ان حديث التخرج ياخد 3000 جنيه في 23 ده منفصل عن العالم؟ قبضيه الاسعار ده نزل عندنا احنا بس يعني؟ انت ما بتروح السوبر ماركت بيحاسبوك باسعار سنه 2000 يعني؟ ما فهمني، الريسيت بتاع غير بتاعي؟ بس غريبه. المهم اللي احنا ما بنيأس وبنرضى وبنقول ان شاء الله ربنا هيكرمنا بعد كده، بس هما ما بيرضوش يسيبونا في حالنا برضو. انت مهما انجزت وخلصت تاسكات برضو هيروح يبص لك كده اللي هو انت مش بتاع شقه يا لا. انت ما شفتش كان بيحصل لنا ايه زمان؟ ده المدير كل يوم الصبح كان بيصبحنا بعلقه على التوته ولازم يشتمنا وبيشدنا من شعرنا. ده احنا استحملنا اللي ما حدش يستحمله. انتوا جيل فاف يلا، ده احنا جيل الذهبي. ايه ده؟ في ايه؟ هو حضرتك يعني كنت شايل الهم وانا شايل البونبوني دلوقتي؟ هدي مسابقة المعاناة؟ اعمل ايه انا يعني؟ مش فاهم. اجيب سايب بتاع البوفيه مديني على رجل الصبح، اسجل لي شتمتين على الموبايل يقعدوا يشتموني، اشتغل يا مهمل اشتغل يا فاشل. في ايه؟ وبعدين يعني انت بكل المعاناة اللي عديت بيها دي في حياتك والضرب اللي انت بتقول عليه ده ما خلكش اللحظة واحدة تفكر تسهل على الناس اللي بعديك؟ مفيش. بتيجي هنا والتفكير بيقف خلاص؟ لا 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 انا هفكر في اللي حصل لي زمان. حضرتك تعالى معانا نفكر ازاي نحاسب. لا لا معلش انا هقعد زمان هناك، انا مستريح هنا. ناس غريبه. وبعدين وانت عمال تحكي لي معاناتك وتقول لي اصل انا زمان انا واهلي كنا على قد حالنا، بس انا جيت واشتغلت وضغطت على نفسي عشان اوصل للي احنا فيه دلوقتي. مش زيكم يا جيل متدلع؟ ايه في حاجه؟ هو حضرتك البنك المركزي؟ مركز الاحصاء يعني؟ في ورث مخبيينه عني وانا مش عارف؟ حضرتك مين اللي اكد لك ان انا مش زيك او ممكن اسوأ منك كمان؟ بس انا اللي ساكت، وانا عشان ساكت لكم يعني؟ وبعدين تروح حاطط لي رجل على رجل؟ ده انتوا دلوقتي الواحد من جيلكم معاه عربيات ما بنحلمش بيها. ايوه انا معايا ام سي في زرقاء 70 راكب حاططها في المحطه هناك. في ايه؟ حضرتك ربنا يكرمك ويخليك لابنك، انت عملت له كل ده، انا مالي؟ يعني تروح تدلعه وتيجي تشعلطني انا؟ انا مالي انا ده؟ انتوا عيله غريبه. وبعدين لحظه واحده، وانت بتحكي لي معاناتك حضرتك والذل اللي اتذلته عشان تنجح دلوقتي، ما تنساش تحكي لي الرفاهيات اللي كانت موجوده عندك والناس اللي ساعدتك عشان توصل اللي انت فيه. رفاهيات مش عندي انا دلوقتي، لان دلوقتي ربنا يعين الكل، معظم الناس مش قادره تساعد غيرها، فانت كان عندك رفاهيات مش عندي. وما تقوليش احنا زمان كان عندنا حرب، يعني احنا دلوقتي قاعدين عندنا ايه؟ مكرونه بشاميل؟ حضرتك احنا كل يوم بنصحى خايفين ان واحد متخلف يروح ضارب قنبله نوويه يجيب اجلنا كلنا، واحنا لسه ما عملناش حاجه في دنيتنا، فما تعايرنيش. ده حتى طموحنا بتتريقوا عليه. احنا الواحد يجي يقول انا نفسي. ايه ده نفسك؟ لا غطي التوته. توته ايه حضرتك؟ بقولك انا نفسي. لا يا حبيبي غطي التوته كويس وعلى قد لحافك مدي رجليك. انا نفسي افهم حاجه في الجمله دي، يعني هي كل الاجيال نزلت بالحاف
واحنا نزلنا بمناديل مش مكفيه مناخيرنا حتى؟ مالكم في ايه يا شيرين؟ وعلى فكره انا مش طالب حاجه من حد اصلا، مهما احنا اتكلمنا ومهما صحنا في كل حته محدش بيسمعنا وبيقولوا بس علينا تفهيم. انا كل اللي طالبه ان انتوا تسيبونا في حالنا وتبطلوا تحطوا اسمنا في جمله مفيده، مش كل شويه تقول الجيل الجديد ده هو اللي هيبوظنا. احنا حضرتك احنا جينا لقيناها كده، ناس اكبر مننا بكتير هم اللي وصلوا الارض اللي هي فيه دلوقتي، فانا ماليش دعوه. وافتكر ان كتير من جيلي جه اتخرج ويشوف حياته لقى نفسه وسط ناس بتشتري تذكرة ب 75,000 جنيه للحفلة كانها 75 قرش وهيكملوا حياتهم عادي. واحنا لو حد فينا فكر يتجوز تم الغسالة ممكن ينبظه، هيزنقه في الزنجرجخ وينزل زنبقة فيه للصبح. فيعني ربنا يعيننا، وان شاء الله لكل مجتهد النصيب، وربنا هيكرمنا والدنيا هتتحسن. بس انتوا بعيدوا عننا وبطلوا تحطوا اسامينا في جملة مفيدة. وبس كده، كان معاكم محمد احمد او زيزو، سلام.